فرسان غور في انتظاركم على قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب. اشتركوا الآن وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لا شك لدينا في النجاح، نجنيهم عن بعد الكفاح، أبطالا نقدم لا نهار في وجه الباطل والصعاب. العالم في خطر داهم، من يحسبنا نقول واهم، أبطال نقدم لا نهاب في وجه الباطل والصعاب. كالصخر كالريح كالجليد، كالنار نمضي لا نحيد. وميتي أبطال لا نهاب. غورميتي، استعادة طاقة البرج. ماذا؟ ما الخطب؟ ألا انفجار ناري؟ لقد خسر الجليد ثانية أمام النار، ويبدو أن زعيم الجليد لن يتمكن من الصمود أمام وهج نار خصمه ريف. التدريب ضروري لكنكم تبالغون فيه. عندما يتنافس ريف وإيكور يصبح إيقافهما أمراً مستحيلاً يا إيوكي. نعم، فالنار تربح دائماً لأن الجليد ضعيف أمامها. لا، سأريك أن الجليد أقوى. حسناً سنرى. توقف يا إيكور. لا تقلقي إيوكي، نحن مستعدان، أليس كذلك؟ أجل، فالنار تذيب الجليد، لن أسمح لجليدي بأن يحزمني. أنت تأخذ الطاقة من البرج يا إيكور. الانفجار الثلجي. اشتعال. يوكي، جيد، ضعف برج غورم. انظر، توقفت الأجهزة الدفاعية فيه. إنها فرصتك يا غريد. ما بها؟ أنا أستمد طاقتي من البرج وقد أخذها إيكور كاملة. ما العمل الآن؟ علينا تزويد الجوهرة المركزية للبرج بالطاقة. اتبعوني. آسف يا إيوكي. سنحل الأمر. لا عليك، لم تكن تعلم. عبرنا هذه الغرفة. هذا ليس وقت ثرثرتك. مهلا، آيرون على حق. نعبر الغرفة نفسها مرارا وتكرارا. ما سبب ذلك؟ في البرج خلل ما جعلنا نعلق في مكان زمني مغلق. أنا لم أفهم شيئا، علينا أن نجد حلا. أنا أرى ظهر إيكور هناك. حين نفتح هذا الباب يربطه البرج بالباب الآخر، وكأنه حلقة مغلقة. إذن فلنتركه مغلقا. وكيف سنخرج من هذه الغرفة إن بقي مغلقا؟ إذا استطعنا إغلاق أحد الأبواب فسنفتح الباب الآخر ونخرج من هنا. إنها خطة رائعة، ولكن يا جماعة أرجوكم اشرحوها لي. دعوا لي أمر إغلاق ذلك الباب.
نداء إلى فرسان الجورميتي، هيا يا قوة الصخر. تقدم يا هافوك. هل يتعرض البرج لهجوم خارجي يا شباب؟ إننا عالقون ونريدك أن تغلق الباب. حسناً، بكل سرور. أخيراً سنخرج. يكفي ثرثرة يا رجل وتعال ساعدنا. الآن لنبدأ الدفع. سننجح. أرجو أن تكون الطريق آمنة. توقف، أنت تقف على لغم يا ريف. إياك أن ترفع قدمك عنه وإلا انفجر بنا جميعا. ما العمل؟ هذا ليس الوقت المناسب للإلغام. أثبت ولا تتحرك حتى ننهي عملنا ونعود لإنقاذك. لا، تعالوا، لا تتركوني، ستحتاجونني، لن تنجح وحدكم. لقد تذكرت هذه الغرفة، إنها غرفة الموسيقى الجميلة. كان صوت الموسيقى ممتعاً. انتبه يا آيرون. لقد زالت درع البرج، هذه هي فرصتنا لمهاجمته. هل أنت بخير يا إيوكي؟ ماذا؟ إيكو؟ أصدر الضجيج هنا. لن أتوقف عن الكلام. ضربة موفقة أصدقاء، بالتوفيق. وصلنا، ها هي ذي الجوهرة المركزية. وما العمل الآن؟ عليك أن تزود البرج بالطاقة بهذه الجوهرة. لن يوقفني أحد الآن، سيصبح النجم البلوري في حوزتي. هيا، أنا سأمسكه. سنهاجمه الآن، لكن من أين؟ ما هذا؟ استيقظي يا إيوكي، لا أستطيع التصرف وحدي. كيف أتيت إلى هنا؟ عفوا، لم أسلم عليك. حارستك غائبة عن الوعي، بعثني زعيم الظلام فويتس لأقضي عليكم جميعاً. سأدمر هذا البرج. ليس عندي وقت أضيعه معك. نداء إلى فرسان الجورميتي، الاندفاع الجليدي. تقدم يا إيكيلوس. هيا اخرج من البرج الآن يا جريد. انفجار
تمتص الجوهرة كل طاقة العناصر لاستعادة طاقة البرج، لكن سنخسر المعركة بغير الطاقة. أمواج الظلام العظمى يستحيل أن أخسر أمام جريد. ليس مستحيلا. وجدتها. تابعي الخسارة يا إيكيلوس. ماذا؟ هل سمعت ما يقوله بطلك؟ إنه عاجز عن تزويدك بالطاقة. أجل، لكنه سيقدم الطاقة إلى البرج. ما الذي يحدث هنا؟ لقد حان وقت الوداع أيها الداركن. وقت الوداع؟ لا تهدر كل قوتك عليه يا إيكور. يكفي قليل منها لأقضي عليه. سينال جزاءه. الانفجار الثلجي. لا، هذا محال. ما الذي حدث؟ نجحنا، عادت الطاقة إلى البرج وهزمنا الداركن. رائع، يخسر الداركن وننتصر عليه دائما. تقول هذا وكأنه لا علاقة لك بالفوضى التي حدثت. سنتدرب خارج البرج في المرة القادمة. وستخسر أمامي. لا تحلم، أنت من سيخسر أمامي. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة الحلقات التالية.